احكي التجربة متاع طنطا، صارلك فيها مشاكل في الخروج؟ علاش؟ رغم اللي كروين كانت ناجحة. صارت شوية مشاكل توا ما نحبش نحكي فيها، تم بقى نحكي لك علاش. القضية في الفيفا. اي صحيح، قضية في الفيفا. فهمت. والدنيا دخل طارق بوشمامي ظهر لي باش تأهل تاخذ كاليفيكاسيون في مصر. حاجة اي في مصر، اي خاطر صارت مشاكل ما بين طنطا والمقاولين. كيفاش ما عنديش الحق نتقيد في زوز جمعيات. كيفاش دخل انت كلمته؟ كيفاش بالضبط؟ اي انا كلمته وقلت له طارق راه الصوره فيها وفيها، وقال لي باهي نعاون ولدي. كان متعاون معناها. اي عاون قف معايا بالقداسه. وتيك سايف كما قلت لك بالك الجو في مصر، هذا تألق كبير، هذا نجم كما نقولوا في مصر وليد. باهي. وسيرتو سناب بوم مع طنطا. مع طنطا كنت متميز صحيح، اما كيب اقل كانت تلعب بعدها فايد النزول. سناب مقاولين عربي كيب معناتها حجم كما نقولوا في استاد سيابي في تونس هكا. اي كاليبر باهي. كاليبر باهي ونحن تو كلاسي دوزيام. معناها كان تقف الشامبيونات او نترشحوا نلعبوا تشامبيونز ليغ. ايما باين الزمالك نقصى ماتشوات ولا؟ اي الزمالك نقصى ماتشوات، اما تنساش الماتش نتاع الاهلي اللي ما مشاتوش باش نحاولها 6 بوان. فهمت. معناها نقعدوا نحن فافوري. معناها تنجم تلعب تشامبيونز ليغ العام الجاي. اي ان شاء الله. فهمتك. ان شاء الله. اي شنو تبدل في مصر؟ لقيت راحتي، لقيت الاحاطه من المسؤولين، من لونترونور، من ستاف الكل. معناها ما يخليوش حتى لحاجة كبيرة ولا صغيرة تفوتهم. معناها علينا كهو، معناها وفروا لي كل شيء معناها باش ننجح. أقل معناها تولي يخليوا الكرة عندك انت في التيران متاعك. أقل بريسيون غادي؟ ليه فما جمهور وفما بريسيون، وكل ماتش نلعبوا نحن كلاسي دوزيام، كيفاش أقل بريسيون نلعبوا؟ وكنا قبل الأهلي، فما وقت جي كنا قبل الأهلي. فهمتك. كنا الويلة معناها. تكون يلعب معك جماعية متاعك معروفين ملعبي في مصر؟ إبراهيم صلاح يلعب معنا. سمير الجول زاد أبو السعود. فماش كون كان يلعب في الأهلي والزمالك قبل ولا؟ كان يلعب في الأهلي سمير وأبو السعود الجول وأيمن حفني. أيمن حفني بتاع الزمالك. بتاع الزمالك. ومعروف يوسف زاد بتاع الزمالك. وإبراهيم صلاح بتاع